طبعا في الفصل السابقين حكينا عن الحركة، قلنا لكم بداية الفصل الثاني اللي كان هو الحركة في بعد واحد أو الحركة على مستقيم. فحكينا عن علم الميكانيك أن علم الميكانيك يقسم لشو، لعلم الحركة وعلم التحريك. في علم الحركة طبعا ندرس الحركة بدون النظر إلى مسبباتها، في علم التحريك ندرس مسببات الحركة، ننظر أيضا إلى مسببات الحركة التي هي القوى. مسببات الحركة هي القوى. طيب، فندرس مسببات الحركة. ففي هذا الفصل راح ناخذ قوانين نيوتن، فندرس علاقة القوة بالحركة. والفصل بعده التطبيقات لقوانين نيوتن. فهذول الفصلين بحكوا بموضوع التحريك، بحكوا بموضوع التحريك. طيب، طبعا هذا الفصل راح نحكي فيه عن مفاهيم، راح نحكي فيه عن مفاهيم. شايفين مفاهيم يعني قوانين نيوتن كمفاهيم وصيغ. الفصل القادم هو تطبيقات لقوانين نيوتن. بالتالي هذا الفصل هو يعني مقدمة، شايفين ممكن نقول مقدمة وأساس، وهو الصيغة الفيزيائية المستخدمة في حلول المسائل في الفصل القادم. الفصل القادم كله تطبيقات تقريبا بده يصير، ونحكي فيه عن بعض القوى الخاصة، بعض الحالات الخاصة. طيب، طبعا هاي قوانين نيوتن تم وضعها من قبل العالم إسحاق نيوتن، شايف اللي عاش بين 1642 و 1727. فاستنتج نيوتن من خلال طبعا علوم الناس اللي سبقوه، خصوصا أعمال جاليليو، وكان كمان في طبعا في علماء مسلمين كانوا سابقين له، فأخذ من علومهم واستنتج بعدين، استنتج بعدين قوانين الحركة المعروفة باسم قوانين نيوتن، اللي هي الأساس للميكانيك التقليدي، مسميه الميكانيك الكلاسيكي أو التقليدي أو ميكانيك نيوتن، بتسمى أيضا ميكانيك نيوتن، خلافا طبعا للميكانيك الكوانتي وخلافا لإيش، للنظرية النسبية الخاصة. طيب، بالنسبة لقوانين نيوتن اللي راح نشوفها، هي قانون نيوتن الأول، قانون نيوتن الثاني، قانون نيوتن الثالث، هي قوانين أساسية في الطبيعة. قوانين أساسية في الطبيعة يعني ليست مستنتجة من قوانين أخرى، وإنما هي شو، من التجارب مباشرة، من التجارب مباشرة، بالتالي لا يمكن البرهان عليها، يبرهن عليها بالتجربة فقط، شايفي، ولا يبرهن عليها بشكل رياضي، ولا يبرهن عليها بشكل رياضي. طبعا قوانين نيوتن صالحة للظواهر الميكروسكوبية، مسميها في الحياة، الحياة اليومية العامة، يعني في دراسة حركة السيارات، حركة الطائرات، حركة الحيوانات، حركة البشر، في موضوع مثلا البناء، في طبعا في 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 المواضيع الميكانيكية، في كل الأمور، باستثناء الظواهر الذرية لما تكون الأجسام صغيرة جدا، فهو مطبق على ميكانيكي آخر مسمينه ميكانيك الكوانتي، أو إذا كانت السرعات عالية تقارب سرعة الضوء، يمكن مقارنتها بسرعة الضوء. كمان هي طبعا بتكون في العالم الذري، يعني مثلا الإلكترونات تسير بسرعات مقاربة لسرعة الضوء أحيانا، البروتونات كذلك. فهون ما تندرس في قوانين نيوتن، غلط تندرس في قوانين نيوتن، وإنما ندرسها باستخدام النظرية النسبية الخاصة. النظرية النسبية الخاصة لما تكون سرعات كبيرة، وفي حالة الأجسام الصغيرة ندرسها باستخدام الميكانيك الكوانتي. طيب، طيب هلا بما أنه بدنا نحكي عن القوى، طبعا قوانين نيوتن كلها فيها قوى، فبدنا نحكي عن القوى. طيب، ما هي القوة؟ هاتوا قولوا لي شوف ما هي القوة؟ هي مقدار تأثير جسم على جسم تاني. أيوة، مقدار تأثير جسم على جسم آخر، مو هيك؟ إذن هي القوة صفة، أيوة صفة للتأثير المتبادل بين الأجسام، تمام؟ بس جسم أثر في جسم، تفاعل معه يعني، فبكون في بينتهم قوة، تمام؟ فإذا
بس كان في عندي تأثير متبادل بين الأجسام، فبالتالي بقول أنا في عندي قوة تعبر عن التأثير المتبادل بين الأجسام طبعاً. والقوة بنحط لها كمية مكممة، يعني نعبر عنها بكمية، شايفي ما عبر عنها بكمية وبواحدة، وحتى هي لنيوتن، وحتى هي لنيوتن. يعني بنقول جسم أسرع جسم آخر بمقدار 1 نيوتن، 2 نيوتن، 3 نيوتن، 3 وربع نيوتن، وهكذا، شايفي. فإذا حطينا لها واحدة وبإمكاننا نكممها، بإمكاننا نكممها، يعني نعطيها كميات محددة. بشكل رياضي طبعا القوة بنعبر عنها بشعاع، بشعاع، لأنه بكون إلى جهة وبكون إلى اتجاه، عفوا بكون إلى جهة وبكون إلى شدة، بالتالي نعبر عن القوة بشعاع، بشعاع القوة. بالتالي الأمور الرياضية التي تنطبق على الأشعة تنطبق على القوى، شايفي، تنطبق من ناحية الجمع، من ناحية الجداء الداخلي، الجداء الخارجي وغيره. طيب بالنسبة للقوى اللي نحن نشوفها بشكل يومي أو بنحسها بشكل يومي، ممكن أقول في عندي نمطين من القوى. في عندي شو؟ في عندي قوة تماس مباشر اللي تحتاج تماس بين الأجسام، وفي عندي قوى نسميها قوى تأثير عن بعد أو قوى حقلية، أو قوى حقلية مثل مثلا قوة جذب الأرض للأجسام، فهي قوة لا تحتاج إلى تماس مباشر بين الأرض وبين الجسم. طيب طبعا في عندي مجموعة من القوى، شايفين، في عندي مجموعة من القوى، في عندي مثلا القوة النظمية، هاي بنستخدمها بقى بأمثلتنا ودراستنا. يعني إذا كان في عندي جسم أنا مستند على السطح، شايفين، بالتالي تنشأ هو قوة نظمية يؤثر بها السطح على الجسم، تمام، يؤثر بها السطح على الجسم. القوة النظمية من خصائصها أنه بتكون عمودية على السطح، بتكون عمودية على السطح. وطبعا نحن ما نحس فيها، ما بنفهمها، ولكن لا، يعني من خلال تفسيرها، تفسير المنطقي، بنقول انه موجوده. يعني هو اذا كان في عندي انا جسم موضوع على طاوله مثلا، فلولا وجود قوه تدفع بها الطاوله الجسم، كان الجسم هوى للاسفل باتجاه الارض، مو هيك؟ فاذا لولا وجود القوه النظميه كان هوى الجسم باتجاه الارض تحت تاثير قوه الجاذبيه، جذب الارض له، تحت تأثير قوة ثقله، شايفين، وراح في الأرض وظل مستمر لمركز الأرض. ولكن لا، في قوة نظمية، دائما عادة في قوة نظمية، شايفين، في قوة نظمية تؤثر شو؟ بشكل عمودي على السطح. شوفوا، ليس شقولي الأعلى ها، وإنما عمودي على السطح. يعني لو كان السطح مائل فبأثر الجسم على الجسم المستند عليه بقوة شو؟ بقوة عمودية على السطح. بالتالي لما يكون السطح مائل بتكون شو؟ تكون مركبة القوة النظمية للأسفل تكون أخف. طبعا هاي الأمور راح نشوفها إن شاء الله، راح نشوفها بالتفسير. فهاي قوة مثلا، في عندي قوة الاحتكاك مثلا، هي بتكون قوة موازية للسطح، راح ناخذها بالفصل القادم بشكل تفصيلي إن شاء الله. في عندي قوة التوتر مثلا، في عندي قوة التوتر، إذا كان أنا ربطت جسم، ربطته بخيط وسحبته، فبتنشأ عندي هون قوة توتر في الخيط، شايفين، مسميها قوة التوتر، ونشوف انه هي تتجه دائما نحو مركز الخيط، راح نشوف كمان بالامثله ان شاء الله. طيب في عندي بالنسبه للقوى، قوى التاثير عن بعد او القوى الحقليه، في عندي قوة الجاذبية الارضية، قوة الجاذبية الأرضية، طبعا هاي راح ناخذ، راح تكون موجودة دائما معنا، شايفين، قوة الجاذبية الأرضية، فما تحتاج، لا تحتاج تماس بين الجسم، شايفين، وبين الأرض، بين الجسم وبين الأرض. في عندي كمان طبعا القوة الكهربائية مثلا، شايفين، كمان بتصير قوة تأثير عن بعد. بالنسبة لقوة الجاذبية لازم نعرف انه دائما مطبقة، انه قوة الجاذبية هي مطبقة دائما، شايفين، دائما موجودة، وإن كان الجسم حتى ساكن مثلا. طيب أي سؤال إلى الآن؟ طبعا وحدة القوة هي لنيوتن، وحدة القوة هي لنيوتن، يعني لنيوتن يقابل وزن تفاحة متوسطة. هون عم يقول نيوتن وزن تفاحة متوسطة هو النيوتن، تمام؟
هي عفوا واحد النيوتن. طيب كان هون بعض القوى، كان يعني هون بعض القوى النموذجية. قوة جذب الشمس للأرض 3.5 × 10 قوة 22 نيوتن. طبعا قوة هائلة جدا، شايفين قوة هائلة جدا. طيب قوة دفع مركبة فضائية خلال إقلاعها 3.1 × 10 قوة 7 نيوتن. طيب متصورين أنتوا هذا الرقم شيء؟ أي شباب عم بسألكم دكتور شيء 30 مليون 30 مليون إيش؟ نيوتن. طيب 30 مليون نيوتن. طيب إذا بدي أقول لك أنا، إذا بدي أقول لك أنا قوة إقلاع هي المركبة الفضائية، لو جينا نقارنها ب ب ب برفع سيارة، تمام؟ إذا في عندي أنا سيارة تاكسي، فهي القوة اللي بتنشأ عن إقلاع المركبة الفضائية بتصوركم قادرة على رفع كم سيارة؟ مئات، أكيد مئات، ملايين، ملايين. طيب غيره؟ شاد يلا مين بقول غير هالرقم؟ ايه العادي ما في اجابه. نشوفين هذول الطلاب اللي ما عم شاركوا. يعني دكتور انا ايش قد نحسن نقدر مثلا وزن السياره بالنيوتن او قوتها بالنيوتن حتى نحسن نقول انه هي هذا الكلام؟ هو هذا السؤال. طيب شوف خلينا نفسر دكتور، عندنا كتله الشاحنه غير عندنا كتله الشاحنه غير كتله. انا عباك عن سياره تاكسي، انا عم بحكي الوزن ده بس الوزن نعم الكتله بس. طيب شوفوا يا جماعه ها؟ طيب تفرق معنا كتلة لأنه عندنا F تساوي M ب A. أيوة كل F منقسم بيطلع معنا كم سيارة هيك كفا. طيب إيه اعتبروا أنا عندي سيارة كتلتها تقريبا تاكسي كتلتها شعر تقريبا طن طن تقريبا مو هيك؟ طيب قوة سيقة لمعناتها هاي WC W car يساوي كتلتها اللي هي تقريبا طن يعني 10 قوة 3 كيلوغرام مو هيك؟ بيجي 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 ضرب جي تماما ضرب جي اعتبروها هون 10 جي بصير عندي شقات 10 قوة 4 10 قوة 4 10 قوة 4 شو؟ نيوتن نيوتن تماما. طيب هلا نشوف بقى نقسم القوة، فهي قوة ثقل سيارة، قوة ثقل سيارة. طيب هلا واخذت انا قوة دفع مركبة فضائية، هاي المركبة الأمريكية طبعا تختلف من مركبة لمركبة، يعني ناخذ هاي 3.1 × 10^7 على 10 قوة على 10 قوة 4 طبعا نيوتن على نيوتن ويساوي ايش؟ 3.1 ضرب 10 قوة 3 قوة 3 ويساوي 3000 وش قد؟ ومية مو هيك؟ 3100 سيارة 3100 سيارة أيوة. فإذا تولد قوة شايفين المركبة الفضائية، هاي القوة اللي بتولدها، انتوا كم تشوفوا الفيديو لما تنطلق المركبة الفضائية، فتولد قوة قادرة على رفع الشو على رفع 2000-3000 سيارة شايفين؟ قوة هائلة جدا،
قوة هائلة جدا. طيب أفرجيكم في شركة سبيس إكس، سبيس إكس تعرفوها ولا لا؟ لا دكتور هنا. آه؟ ما بنعرف. للتجارب الفضائية. نعم. للتجارب الفضائية. شحن فضائي، مو تجارب فضائية بس. شركة سبيس إكس. أسس واحد اسمه إيلون ماسك، هذا شخصية معروفة جدا، مشهورة جدا. هذا من عدة أيام دوبلو لبيل جيتس، فصار أغنى رجل في العالم. كان بيل جيتس الرجل، عفوا مو أغنى رجل، ثاني أغنى رجل. كان بيل جيتس ثاني أغنى رجل بعد جيف بيزوس. جيف بيزوس هو مؤسس شركة أمازون، هو الرجل الأغنى في العالم. فهذا إيلون ماسك، إيلون ماسك من فترة قريبة دوبلو لبيل جيتس، شايفين دوبلو صار ثاني أغلى رجل في العالم بعد جيف بيزوس. ثروته ارتفعت خلال سنة واحدة حوالي 100 مليار دولار، وهذا رقم قياسي، شايفين هذا رقم قياسي. أنا أعطيت عنه محاضرة من حوالي يمكن سنتين، شايفين من حوالي يمكن سنتين أو ثلاثة ما بعرف يعني. فبتذكر كانت ماليته 21 مليار دولار، شايفين كانت 21 مليار دولار. خلال هاي السنة فقط زادت بمقدار 100 مليار دولار. الله يطعمنا. لا هو واحد فعلا واحد فلتة يعني، هو شايفين واحد فلتة. طيب فهو أسس شركة سبيسكس. سبيسكس عنده زلمة حلم انه شو، انه يستعمر المريخ، فأشر أسس شركة فضائية. طيب هاي تشتغل بالشحن الفضائي، يعني مثلا وكالة ناسا بدها تبعت شو، بتبعت شوية اغراض لمحطة الفضاء الدولية، شايفين. فبتتعاقد مع شركة سبيس اكس، كانت عاملة معها عقد، فبتحط هالحمولة عنده، شوية اكل شوية اغراض شوية كذا، وبتاخذ لها اياها الى الفضاء، تشحنها للفضاء، تمام. فهي عم تطور صواريخها سبيس اكس، فأطلقت صاروخ اسمه فالكون هيفي بال 2018، شايفين بال 2018 أطلقته لفالكون هيفي، بحيث إنه هذا الصاروخ يوصل للمريخ. حطوا فيه سيارة من نوع رودستير من شركة تسلا، كمان شركة تسلا كمان من تأسيسه لإيلون ماسك أو بإدارته، تأسست قبله وبعدين هو اللي رفع يعني. فحطوا فيه سيارة وبعتوا له مدار المريخ، شايفين بعتوا له مدار المريخ، وفعلا وصل لمدار المريخ يعني. ممكن تشوفوا يعني، ممكن تشوفوا على النت، تكتبوا فالكون هيفي فبطلع لكم. طيب راح افرجيكم ملفي وبعض الخصائص تبعيته، تبعيت هذا الصاروخ الفالكون هيفي. دكتور هل أطلقوه مشان يشوفوا قوة السيارة ولا مشان الصاروخ؟ لا كاختبار، هو كاختبار انه بدي يوصل للمدار ولا لا. طيب ظهرت عندكم شيء؟ ظهر عندكم ملف جديد؟ لا 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 ما ظهر. طيب هيك ظهر مو هيك مكتوب فالكون هيفي؟ نعم. ايوه هذا، فهذا هو الصاروخ، شايفين هذا هو الصاروخ. على فكرة إيلون ماسك معه إجازة في الفيزا وإجازة في الاقتصاد، دارس فيزا ودارس اقتصاد، وهو أحد المصممين اللي بيشتغلوا في موضوع هذا الصاروخ تبعه يعني نفسه، برضه ما هو فقط مدير شركة، وإنما هو واحد من يعني يمكن كمان هو كبير المصممين، يعني واحد من العلماء اللي بيشتغلوا فيه في موضوع الصواريخ، وتعلم لحاله علم الصواريخ، تعلمه لحاله يعني بدون ما يروح يدرس، لحاله يجيب كتب وتعلم. أحد العمال وحقق شيء، حقق شيء كان جماعة ناسا قالوا له انه ما بتحقق،
انه هو يرجع يستعيد الصاروخ بعد اطلاق المرحله الاولى من الصاروخ. طيب طيب هذا هو الصاروخ شايفين، هذا هو الصاروخ شايفين ها. طيب هاي السكند ستيج، شوفوا شوية مواصفات. الارتفاع تبعه حوالي 70 متر، تمام. هذا هو طبعا هيك ثلاث صواريخ مجموعة ببعضها تقريبا، ممكن نقول ارتفاع تبعه 70 متر، وقطره حوالي 12.2 متر، يعني 12 متر و20 سنتي، يعني بقياس بنايه ممكن نقول كأنه 4 بنايات فوق بعضهم. متصورينش قد ضخامته. الكتلة 1420 طن تقريبا، او 1421 طن تقريبا، شايفين حوالي 1421 طن. يعني وزن كم سيارة من اللي حكينا عليه هون؟ ها؟ 1400 حوالي 1420 سيارة. طبعا لازم تكون عنده قوة مو قادرة فقط على رفعه، على رفع هذا الوزن، لازم يكون عنده قوة قادرة على دفعه وإخراجه من الأرض أيضا. طبعا بإمكانه هذا يوصل حمولة، شايفين بإمكانه يوصل حمولة لمدار الأرض القريب مقدارها 63 طن تقريبا، 64 طن، أو للمريخ بمقدار حوالي 17 طن. طبعا هن حطوا فيه سيارة قلنا لكم بعتوها لايش للعبة، فممكن يوصل حمولة كبيرة. مرحلتين هو صاروخ على مرحلتين. المرحلة الأولى، شوف المرحلة الأولى الدفع تبعه حوالي 23 كيلو نيوتن، أو بنحسن نقول شايفين، أو بنحسن نقول 2.3 ضرب 10 قوة 4 كيلو نيوتن، أو 2.3 ضرب 10 قوة 7 نيوتن. إيش الواحدة إي بي سي؟ نعم؟ إيش الواحدة جنب اللي اسمها كيلو نيوتن؟ إيش الواحدة؟ هاي بواحدة أخرى. أي بي إف. شايف هاي بالواحدة، الواحدة الواحدة البريطانية. طبعا هون في بياخذوه في الباوند احيانا القوة. نحن بالنسبة لنا نستخدم النيوتن. طيب بنرجع. طيب ظهر عندكم ملخص؟ ظهر عندكم مو هيك؟ طيب. إذا قوة دفع مركبة فضائية خلال الإقلاع. وزن حوت أزرق كبير هو حوالي 1.92 ضرب 10 قوة 6 نيوتن، تمام، حوالي 2 مليون نيوتن. أسموه على 10 حوالي 200,000 كيلو جرام. أسموه على 3 على 10 قوة 3 بيطلع حوالي شي 200 طن. إذا كتلة الحوت الأزرق الكبير حوالي 200 طن. وزن تفاحة متوسطة 1 نيوتن قلنا لكم، فهاي تفهموه على وزن تفاحة المتوسطة. طيب قوة التجاذب الكهربائية بين البروتون والإلكترون في ذرة الهيدروجين هي حوالي 8.2 ضرب 10 قوة ناقص 8 نيوتن. طبعا قوة صغيرة جدا بالنسبة للنيوتن، ولكن كبيرة بمقارنة قوى أخرى مثل وزن ذرة الهيدروجين 1.6 ضرب 10 قوة ناقص 26 نيوتن. وزن الإلكترون 8.9 هو 9.1 عفوا ضرب 10 قوة ناقص 31، ضرب 10 قوة ناقص 31 كيلوغرام أو نيوتن عفوا، لا عفوا نوي 8.9 ضرب 10 قوة ناقص 30 نيوتن، أيوه نيوتن هذيك الكتلة. طيب في عندي قوة الجاذبية الكتلية بين البروتون والإلكترون في ذرة الهيدروجين. طبعا ذرة الهيدروجين هي عبارة عن بروتون والإلكترون، ففي بيناتهم قوة تجاذب كتلية وفي بيناتهم قوة تجاذب كهربائية. قوة التجاذب الكتلية بيناتهم هي 3.6 ضرب 10 قوة ناقص 47 نيوتن، طبعا مقدار صغير جدا جدا.
لو قارنا شوف قوة التجاذب الكتلية بقوة التجاذب الكهربائية، فقوة التجاذب الكهربائية أكبر منا بحوالي 10^39 مرة. فبالتالي بتكون القوة الكهربائية أكبر من القوة الجاذبية الكتلية بشكل كبير جدا جدا جدا. ورح نأخذ هذا الكلام في الفصل القادم إن شاء الله لما نحكي على أنواع القوى في الطبيعة. طيب أي سؤال إلى الآن؟ دكتور هو في لنا داعي ندرسين هاو؟ نعم؟ نقرأي نقرأي هاو القوى نقرأي نقرأي ولا نحفظين؟ لا 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 ما تحفظوا، لا لا هاي بس مشان يكون في عندكم يعني بعض النماذج لبعض القوى شايفين؟ بس أنتوا عرفوا أنه التفاح المتوسطة وزنها من حوالي واحد واحد تمام؟ ما في داعي تحفظه ولا. طيب تراكب القوى، طبعا القوى مطبق عليها مبدأ التراكب، مطبق عليها مبدأ التراكب. يعني معنات هذا الكلام إذا كان أنا عبأثر على جسم بقوتين Fx بشكل أفقي و Fy بشكل شاقولي، شايفين؟ عبأثر عليه بقوتين، يعني عم شد جسم تمام، واحد عم شد بهذا الطرف واحد عم شد بهذا الطرف، فهذا بيعطيني محصلة كأنه أنا بطبق على الجسم قوة واحدة مقدارها F، شايفين؟ بحيث أنه مسقط على المحور X على المحور الأفقي هو Fx، ومسقط على المحور الشاقولي هو Fy، شايفين؟ فبيعطيني نفس الأثر تماما، نفس الأثر تماما. فأنا بإمكاني أحلل القوة، شايفين؟ لقوتين لFx وFy أو ثلاث قوى طبعا لو كنت في الفراغ تمام؟ مو نفس مبدأ التراكب تبع نفسه. أيوة نفس مبدأ التراكب، نفس مبدأ التراكب طبعا مطبق على الأشعة، مطبق على الأشعة. أو هون فأنا إذا كان في عندي قوتين F1 وF2 شايفين، فمحصلتهم R بتعطيني نفس الأثر تمام، بتعطيني نفس الأثر تماما. فأنا بإمكاني شو أحلل القوة لمجموعة مركبات أو أجمع القوى مع بعضها وأحط إلى قوة محصلة، فبيعطوني نفس الأثر تماما. فهو نستخدم في القوى طبعا مبدأ التراكب، نستخدم في القوى مبدأ التراكب. واضحة؟ نعم. طبعا أمور عادية. طبعا لما نحكي عن القوة دائما شوفوا نحكي عن القوى نستخدم مركباتها السلمية عادة، شايفين؟ مو دائما، عادة نستخدم مركبات سلمية أسهل ما نستخدم مركبات الشعاعية. فدائما نشوف المسائل أنه أنا لما بدي أشوف أدرس قوة شايفين، فأشو باخذ مركبات على الإكس وباخذ مركبات على الواي، وبعدين شو بطبق قانوني على الإكس وبطبق قانوني على الواي، بطالع المركبات شايفين، بطالع المركبات. طيب طبعا القوة المحصلة كان شيء مسمين القوة المحصلة أو محصلة القوى هي مجموعة القوى المؤثرة في الجسم، هي مجموعة القوى المؤثرة في الجسم. يعني لو كان عندي قوة مؤثرة في الجسم هي F1 F2 F3، فمحصلتهم R تساوي طبعا مجموع الشعاعي F1 زائد F2 زائد كذا ويساوي سيجما F، مجموع القوى F، مجموع القوى F، شايفين؟ بالتالي تكون المركبات السلمية Rx يساوي سيجما Fx و Ry يساوي سيجما Fy، المركبات السلمية. أما طويلة القوة المحصلة طبعا تعطى بالعلاقة اللي أخذناها تساوي تحت الجذر Rx للتربيع زائد Ry للتربيع، يعني نطبق الأشعة بمعنى آخر نطبق نطبق الأشعة على القوى. طيب أي سؤال إلى الآن؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ طيب قانون نيوتن الأول، قانون نيوتن الأول شوفوا بعبر لي عن الحالة الحركية للجسم لما ما بكون في قوة مؤثرة فيه أو لما بكون القوة المؤثرة فيه معدومة تمام. لما تكون القوة المؤثرة فيه معدومة وحصلت القوة المؤثرة في الجسم معدومة، فكيف ستصبح حالة الجسم الحركية؟ كيف ستصبح حالة الجسم الحركية؟ يعني شلون التسارع بيصير وشلون سرعته تمام؟ طبعا بإمكاننا من أجل شايفين من أجل دراسة قانون نيوتن الأول أو التأكد منه كان نستخدم جهاز هو نسميه الوسادة الهوائية، نسميه الوسادة الهوائية. عبارة عن إيش؟ عبارة عن طاولة فيها ثقوب
وبتنفث هواء، عشان بتنفث هواء للأعلى. فإذا حطينا جسم مثل قرص الهوكي خفيف نوعا ما، فهذا الهواء اللي عم بنفخ شايفين بخلي الجسم مرفوع عن سطح الطاولة، فبنلغي الاحتكاك بين الجسم وبين سطح الطاولة. تمام، نلغي قوة الاحتكاك، نلغي قوة الاحتكاك. طيب هذا الجسم اللي عم بتحرك على سطح الطاولة، بالتالي القوى المؤثرة فيه، في عندي قوتين، في عندي قوة ثقله للأسفل، وفي عندي شو؟ القوة النازمية للأعلى. تمام، القوة النازمية للأعلى الناتجة عن دفع الهواء له. فهذول القوتين متساويتين بالشدة، متعاكستين بالاتجاه، بالتالي محصلتهم ماذا تساوي؟ معدومي صفر. أيوة، صفر. الـ R يساوي صفر. تمام، يساوي صفر. أفقيا ما في قوة مؤثرة فيه، طبعا أنا بعد ما أعطيته مثلا دفشة وتركته صار يتحرك، فما في قوة مؤثرة فيه، عرفتوا؟ فبالتالي صارت القوة المؤثرة، محصلة القوة المؤثرة فيه شو؟ معدومة، معدومة. طيب لو أجرينا هذه التجربة على الجسم سنجد أنه يتحرك بحركة مستقيمة منتظمة. تمام، لو جسم أعطيناه دفع على وسادة هوائية فبنا نشوف أنه حركته مستقيمة منتظمة. طبعا بنحط نحن هون هيك مسطرة وبناخذ الفواصل الزمنية، شايفين؟ مع إيش؟ مع المسافات المقطوعة، فنجد أنه الحركة منتظمة وفق مستقيم، وبالتالي حركته حركة مستقيمة منتظمة. وإذا تركناه ما دفعناه إيش يصير فيه؟ رح يبقى مكانه. تمام؟ رح يبقى مكانه. تمام، بالتالي بنستنتج أنه إذا كانت محصلة القوى المؤثرة في جسم معدومة، فإن هذا الجسم كيف يتحرك؟ بسرعة ثابتة. يتحرك بسرعة ثابتة، مستقيم منتظم. أيوة، يتحرك بحركة مستقيمة ومنتظمة، وإذا كان ساكن يبقى ساكن. دكتور سؤال معلش. تفضل. دكتور، هل القرص لما على القرص قوة ثقل من ثقل القرص والآن والنازمية ايش تنتج؟ النازمية. طيب لو ما كان في قوة نازمية كان القرص وين راح؟ كان كمل سيوي. لا، محل القوة النازمية للأعلى. هلا في قوة ثقل له مو هيك؟ ايه. طيب قوة الثقل لوين عم تشده؟ للأسفل، لتحت. لتحت. طيب لو ما في قوة عم بتدفعه أيضا للأعلى، كان راح للأرض، كان غطس من الطاولة، اخترق الطاولة وضل نازل للأرض، صح ولا لا؟ دكتور أنا قصدي الآن من شو تنتج؟ الآن هلا هون في الوسادة الهوائية ناتجة عن دفع الهواء للجسم. أيوة تمام، أيوة، عن دفع الهواء للجسم. أيوة، فعبرنا نحن عن قوة دفع الهواء للجسم بقوة نظمية N اللي عم تخليه مرفوع. لازم نحسن نعتبرها هي ردة الفعل الآن. شلون؟ نحسن نعتبرها ردة فعل مثلا الآن إنه هو ردة النص وردة ممكن الفعل. ممكن إيه، ممكن ردة الفعل ما نأخذها، بدنا نأخذها بقانون نيوتن الثالث، الفعل ورد الفعل. طيب بنوقف هلا، بنرجع بعد شيء 5 دقائق إن شاء الله.